في قطاع غزه تعجز الكلمات عن وصف ما يعانيه مليونان وثلاثمائة الف فلسطيني يعيشون في قطاع غزه في ظل حصار اسرائيلي خانق مستمر منذ عام 2007، ومع اشتعال فتيل الصراع وشن اسرائيل عدوانا غاشما على غزه لا يجد معظم سكان القطاع الغذاء او المياه او الكهرباء. ومع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف المناطق السكنية في واحد من أكثر الأماكن ازدحاما بالسكان على وجه الأرض أصبح الأمان سلعة غالية على الفلسطينيين الذين يحاولون النجاة بحياتهم من بطش الآلة العسكرية الإسرائيلية عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا منازلهم واضطروا إلى اللجوء لمدارس تابعة للأنروا للعيش فيها حتى وصل العدد إلى نحو ثلاث 300 الف مواطن فلسطيني دون غذاء او مياه نظيفه او كهرباء ووسط هذا الوضع الماساوي توقفت محطه الكهرباء الوحيده في قطاع غزه التي كانت تعمل بشكل متقطع لعده ايام بعد نفاذ الوقود بما يؤثر على امكانيه ضخ المياه الى المنازل ومع غروب الشمس عن قطاع غزه تسيطر حاله من الرعب المطلق على المواطنين الفلسطينيين بسبب الظلام الحالك الذي لا تتخلله سوى كرات ملتهبه ناجمه عن الضربات الجويه الاسرائيليه على منازلهم بالمخالفه لكل القوانين والاعراف الدوليه والالتزامات الواجبه على اسرائيل كونها القوه القائمه بالاحتلال